السلام عليكم وأهلا بكم بدرس جديد. محافظة ميسان، الموقع الجغرافي: تقع محافظة ميسان في القسم الجنوبي الشرقي من وطننا العراق. نشاهد في هذه الخريطة موقع محافظة ميسان. التضاريس: يعد سطح المحافظة جزءا من منطقة السهل الرسوبي المنبسط في معظم أراضيه، إذ يتراوح ارتفاعها ما بين 5 إلى 20 متر باستثناء الأقسام الشرقية التي تعد أكثر ارتفاعا من غيرها. كما تتميز المحافظة بكثرة المنخفضات الأهوار، وأهمها هور الحويزة والسعدية والسناف وعودة والأهوار الوسطى. المناخ: يعد مناخ المحافظة جزءا من المناخ الصحراوي الذي يتصف بارتفاع درجات الحرارة ومستوى الجفاف في الصيف واعتداله في فصل الشتاء، أما أمطاره فتكون قليلة تتراوح كمياتها ما بين 150 إلى 300 ملم. طرق النقل والمواصلات: تضم محافظة ميسان شبكة من الطرق الرئيسية التي تربطها بالمحافظات المجاورة من خلال طرق برية عديدة. وعلى الصعيد التجاري، تتميز المحافظة بوجود عدد من المنافذ الحدودية مع إيران، والتي كان لها دورا في نشاط حركة التبادل التجاري بين العراق من جهة وإيران من جهة أخرى. الموارد المائية: المياه السطحية، يعد نهر دجلة وتفرعاته الشريان الحيوي لمحافظة ميسان أهمها نهر دجلة الرئيس، يدخل المحافظة من جهتها الشمالية حتى مدخل مدينة العمارة جدول الكحلاء، وهو أحد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة جدول المشرح، وهو أحد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة يتفرع من الضفة اليسرى لجدول الكحلاء الفتيرة، وهو أحد فروع نهر دجلة يتفرع من جهة شمال مدينة العمارة. أما المشاريع الإروائية فهي الجداول المذكورة أعلاه، فضلا عن المجر الكبير، وهو من أهم المشاريع الإروائية في المحافظة، ويطلق عليه تسمية جداول ري ميسان. أما مشاريع السيطرة فتتمثل بسدة العمارة كما نشاهد في هذه الصورة. نشاهد في هذه الصورة هور الحويزة، وهنا شط الكوفة. النشاط الاقتصادي: تتمتع المحافظة بالعديد من المقومات الاقتصادية، ويمكن توزيعها على النحو الآتي: الزراعة: تتميز المحافظة بتنوع النشاط الزراعي، إذ تزرع فيها العديد من المحاصيل الزراعية، يأتي في مقدمتها محاصيل الحبوب كالقمح والشعير، والمحاصيل الصناعية كالقطن والسمسم وزهرة الشمس وقصب السكر. الصناعة والثروات المعدنية: تشتهر محافظة ميسان بتوافر العديد من الصناعات فيها، ولا سيما الصناعات الغذائية وصناعة الزيوت النباتية والورق والسكر والصناعات الكيميائية والتكرير. كما وتشتهر المحافظة أيضا بوجود العديد من الحقول النفطية، أهمها حقول الفكة وأبو غراب وبزرقان. نشاهد في هذه الصورة معمل سكر ميسان حقل الفك النفطي. نبذة تاريخية عن محافظة ميسان: تعد ميسان إحدى المدن التاريخية، حكمها 23 ملكا، استمر حكمهم من القرن الثاني والأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي، وفي العصر الإسلامي فتحها القائد عتبة بن غزوان في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، وولى عليها النعمان بن عدي، وأصبحت ميسان مركزا لسك العملة القديمة ولا سيما في العهد الأموي. أما ميسان الحديثة فقد أمر ببنائها الوالي العثماني محمد باشا عام 1861 ميلادية، عندما أراد أن يختار لحملته العسكرية مقرا فلم تقع عينه على أفضل من هذا المكان الواقع بين نهري دجلة والكحلاء،
فنزل الجيش في هذه المنطقة التي أطلق عليها اسم الأوردي، وهي لفظة تركية تطلق على معسكر الجيش. أما في حقبة التاريخ المعاصر فقد سميت بلواء العمارة أيام الحكم العثماني، ثم استبدل إلى محافظة ميسان في عام 1970. ومن أهم الآثار الشاخصة في المدينة المسجد الكبير ومنارته ومحطة القادرية، وهي أول محلة أنشئت في هذه المدينة بعد سوق الباشا.